اليوم احنا كان عندنا ورشه تحاول توزع وترفع الثقافه لبرنامج عمل عن بعد عن اليته وماهيته في وزاره العمل. ورشه من سلسله ورش ان شاء الله راح تكون دائمه مع وزاره العمل، واولى الحملات التعريفيه لبرنامج العمل عن بعد. دور الوزاره في برنامج العمل عن بعد انها تزيل العوائق والحواجز اللي هي المواصلات والبعد الجغرافي عن الباحثين عن عمل، وتساهم في خلق فرص وظيفية لهم في سوق العمل. أنست اليوم بسماع عدد من الأخوان اللي لهم باع طويل في هذا المجال. حقيقة استفدنا من تجارب الناس اللي جربت العمل عن بعد. كان في تفاعل بين ممثلي وزارة والقطاع الخاص، وهذا يدل على حرص الوزارة على تكاملها.